محدش احسن من حد. علم وسؤال بتاتي نقطه اعتقد ولا ايه؟ مش ثلاثه ليه طبعا. علم والسؤال هو ادب. قلب ضعيف هي رواية قصيرة لكاتب روسي، فمن هو؟ A Weak Heart اتنشرت في القرن ال19، بيتكلم فيها عن إحساس بتأنيب الضمير والشعور بالتقصير لما الواحد ما بينجز العمل المفروض عليه. منا لو إجابتك صح اتعدلتي، لو إجابتك غلط ألف مبروك لعيلة علي إلى دور الثمانية. ليه تولستوي؟ تولستوي يا منة بـ30 نقطة، إجابة خاطئة. في إجابة؟ تشيكوف. تشيكوف بـ30 نقطة أيمن، إجابة خاطئة. مين يا منة؟ دوستويفسكي. بالظبط كده، فيودور دوستويفسكي. هارد لك يا منة، هي فرقت على سؤال، فرقت على سؤال. هارد لك، نحيي كلنا عائلة عباسي. عائلة علي إلى دور الثمانية، ألف مبروك. الله يبارك حضرتك. فرقت على سؤال، مباراة كانت صعبة. كتبوا برضه أيمن، كتبوا. أيمن عنده نتيجتين، نتيجة على الشاشة ونتيجة على الكيو كارد. على الكيو كارد أيمن عنده 70-80 نقطة مثلا. أيوة بيقول حليت أكتر من اللي في الحلقة. مش معقولة أيمن. آخر سؤال بسنت. عبد الرحمن ما تزعلش يا عبد الرحمن. هارد لك، خلاص. فنون. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ بـ20 نقطة. 20 نقطة. فنون والسؤال هو فنان مصري راحل قام بدور زنفل في فيلم آه من حواء، فمن هو؟ بطولة لبنى عبد العزيز، رشدي أباظة، حسين رياض، مديحة سالم، عبد المنعم إبراهيم. طبعا من إخراج فطين عبد الوهاب. إجابتك عبد المنعم إسماعيل. عبد المنعم إسماعيل خسارة، هرجع لك هرجع لك. إجابة خاطئة. هو فعلا إسماعيل بس الاسم الأول إيه؟ أنا عارف بس لما يجاوب. في إجابة؟ أقول؟ بقول لك إيه؟ اديله فرصته. تبقى معجزة. دوس على البزر. أحمد. محمد. 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 يعني محمود. ينفع كده يا عبد الرحمن؟ كنت أقول أصلا حسن. والله؟ كمان. هو مش حسن، هو مين؟ حسين. ايوه هو حسين. ايمن كاتبها بقى. اكتبها اكتبها. كاتبها والله. كاتبها. فريق الاعداد بعد اذنكم احنا عايزين نتحفظ على الورقه دي. عبد الرحمن اجابه خاطئه. طبعا زي ما ايمن كتب الاجابه الثانيه، هو الفنان الراحل حسين اسماعيل. يعني ماتش زي ده ممكن يضيع منك في سؤال زي ده. عيلة العباسي نورتونا كالعادة، انبسطنا جدا ان انتوا كنتوا معانا. احنا اسعد. وهارد لك، هارد لك لمنا وهارد لك لعبد الرحمن. يعني انا عارف انتوا زعلانين، ولكن منا النهارده تألقتي في تحت الضغط، عملتي شغل كويس جدا، برافو عليكي، اتمنى لك كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة العباسي. عيلة علي الى دور الثمانية، ولكن انا غير راضي عن الاداء اللي جاي، اصعب إن شاء الله. أفضل لاعب في ماتش النهاردة بـ85 نقطة، حسام علي. رابع حسام.